أهمية التربة وخصوبتها لضمان استدامة الأنظمة الفلاحية بالمغرب محور ورشة عمل نظمت بالرباط بهدف تعزيز قدرات الأطراف المعنية بهذا الموضوع والنهوض بالتدبير المستدام للتربة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر. استعرضنا اليوم الخطوط العريضة للميثاق الوطني للتربة الذي يشكل آلية مهمة لتدبير موارد التربة من شأنها ضمان الأمن الغذائي وكذا النهوض بالإنتاج الفلاحي بشكل عام. في هذه الورشة غادي يكونوا معنا الإخوان ديال الاستشارة الفلاحية باش نوصلوا لهم هذه التقنيات باش يقدوا هما يوصلوها للفلاحة، لأنه اللي وجد عندنا في البحث خاصو يكون يوصل بسرعة عند الفلاحة باش يمكن لهم يستعملوا هذا المكون غير متجدد اللي هو التربة بطريقة نحافظوا فيها على البيئة ونحققوا كذلك الأمن الغذائي في إطار الجيل الأخضر. الورشة شكلت مناسبة لبحث الأدوار متعددة الوظائف للتربة والتبادل بشأن الممارسات الزراعية الفضلة وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع. الحكومة المغربية في إطار استراتيجية فلاحة الجيل الأخضر وكذلك في إطار استراتيجيات أخرى للمملكة المغربية كيقوموا بأعمال جد مهمة للحفاظ والاستعمال المستدام للتربة. لهذا منظمة الأمم المتحدة للأرضية والزراعة تتواكب هذه المجهودات ديال المغرب عن طريق أعمال وتشاركات تقنية لإيجاد حلول جد مناسبة للحفاظ على التربة. الحدث عرف تسليط الضوء بشكل خاص على البرامج الجاري تنفيذها خاصة الشراكة العالمية من أجل التربة ومشروع برنامج التعاون التقني حول الميثاق الوطني للتربة.